أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف في صفحة 326 فصل التخصيص أي تعريفه إلى آخره في صفحة 326. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: فصل التخصيص أي تعريفه، وهو قصر العام على بعض أجزائه، وهو أي التخصيص جائز على الأصح، اختاره الأكثر خبراً كان أو أمراً. الخبر نحو ما جاء في الحديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. والأمر كقوله: فقتلوا المشركين، بتحريم قتل الذمي. والقول الثاني يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز التخصيص بالخبر. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: فصل التخصيص أي تعريفه، بعد أن فرغ من العام والعموم شرع في الخاص والخصوص، فعرف المصنف رحمه الله التخصيص بأنه قصر العام على بعض أجزائه، قصر اللفظ العام بدليل معتبر شرعا على بعض أجزائه. وتلاحظون في آخر التعريف أنه قال على بعض أجزائه، وقلنا من قبل في باب العام إن الأصوليين يتسامحون أحيانا في إطلاق الأجزاء على الجزئيات والجزئيات على الأجزاء، وقد عرفنا من قبل أن أفراد العام جزئيات وليس أجزاء، لأن آحاد العشرة هي أجزاء وليست جزئيات، والعشرة هي من قبيل الخاص لا من قبيل العام. والمصنف رحمه الله عرف التخصيص وترك تعريف الخاص لوضوحه مما قبل. والخاص يمكن أن يقال في تعريفه صلاحاً بأنه اللفظ الدال على مسمى واحد أو متعدد محصور، هذا الخاص. الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد أو على متعدد محصور، لا بد من هذا القيد. فمثال الدلالة على واحد كثيرة، الأمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فإن آدم خاص لأنه يدل على واحد وهو النبي الكريم أبو البشر آدم عليه السلام. إن قارون كان من قوم موسى، إن إبراهيم كان أمة، الأمثلة كثيرة. ومثال الثاني: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن 100 خاص من قبيل الخاص لا من قبيل العام. وسبب الخصوص فيها ما قلناه آنفا من أنه لفظ يدل على متعدد إلا أنه محصور، والعام شرط دلالة، شرط وصف اللفظ فيه بالعموم هو أن يدل على متعدد غير محصور. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو أي التخصيص جائز على الأصح، يعني هل يجوز التخصيص حكم شرعي، لأنه قاعدة أصولية والقواعد الأصولية أحكام شرعية، لهذا يوصف بالجواز أو عدم الجواز ونحو ذلك. ترون مثل هذه الكلمات في المسائل الأصولية وهي أحكام شرعية، حين يقول جائز لا يجوز. ف
فالتخصيص تخصيص اللفظ العام جائز قال المؤلف على الأصح، أو قال نعم قال على الأصح اختاره الأكثرون. لا شك أنه مذهب عامة العلماء، أكثر العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن التخصيص اللفظ العام جائز شرعا إذا قام دليله، وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك. قال خبرا كان أو أمرا، هذا المذهب الأول، مذهب الأكثرين أن التخصيص جائز مطلقا سواء كان النص المخصص من قبيل الإخبار أو من قبيل التكليف الأمر، وكذلك النهي، سكت المصنف عن النهي وهو كذلك مثل الأمر، لأن المقصود اللفظ العام سواء كان إخبارا أو تكليفا، هذا المقصود. ثم قال المؤلف رحمه الله نحو ما جاء في الحديث الإلهي، يعني الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أراد المصنف رحمه الله أن يمثل للخبر، أراد بهذا التمثيل للخبر، وسكت عن الأمثلة الأحكام لأنها ترد في الباب. لكن الحقيقة أن المثال ليس صوابا، الشاهد هو في قوله حرمت الظلم، ألف الظلم استغراقية، يعني حرمت كل ظلم على نفسي، وهذا لا يدخله التخصيص. فلو مثل بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، أو مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا مثال أو أمثلة التخصيص في الخبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا إخبار ودخله التخصيص. أما الأوامر والنواهي فأمثلتها كثيرة جدا، حتى قيل ما من عام من في الأحكام إلا ودخله التخصيص. فمثلا حرمت عليكم الميتة مثلا، ثم خص من هذا العموم السمك والجراد كما جاء في السنة، والأمثلة كثيرة كما قلنا. نعم المؤلف مثل للخبر، عفوا مثل للخبر أولا ثم مثل للأمر بقوله تعالى فاقتلوا المشركين، فإن ألف المشركين الاستغراق، يعني اقتلوا كل مشرك. ثم خرج من هذا العموم الذمي والمستأمن والمعاهد والمشركة، إذا قلنا بدخول النساء في الجمع المذكر، المشركة يعني التي لم تتعرض للمسلمين في الجهاد في القتال ونحو ذلك، فإنها هذه من ذكرناه قد خرجوا من عموم المشركين. والوقوع دليل الجواز، يعني ما دام أنه وقع في النص الشرعي تخصيص للأوامر والنواهي والأخبار دل على جواز ذلك. ثم قال والقول الثاني لا يجوز مطلقا، كأن في العبارة تحريفا أو سقطا، ولعل الصواب والقول الثاني لا يجوز بلام ألف، قول الثاني لا يجوز مطلقا، ذهب شذوذ من المتكلمين إلى أن التخصيص غير جائز في الشرع سواء كان للأخبار أو كان للأوامر والنواهي، يعني التكليفات الشرعية. وبعض الأصوليين حمل مذهب هؤلاء يعني محملا لا بأس به، يعني كانه يقول أن الخلاف كأنه لفظي، وقالوا يعني أنه لا يوجد فيه عام مخصوص، وإنما عام أريد به الخصوص، ومن ثم لا يوجد تخصيص في النصوص الشرعية. يعني حمل مذهب هؤلاء
على أن ما ترونه في الشواهد من العمومات المخصوصة إنما هي عمومات أريد بها الخصوص. والحقيقة أن هذا يحوجنا إلى الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، والفرق بينهما فيه عسر، وإن ذكر بعض الأصوليين فروقاً بينهما. وسبب العسر واللبس هو أن التخصيص بيان، التخصيص نوع من البيان، ولهذا يذكره الحنفية في البيان. بيان ماذا؟ قالوا بيان أن الأفراد المخرجة لم تكن مرادة باللفظ العام من حين نطق المتكلم باللفظ العام، وهذا صحيح، ما قالوه صحيح في التعليل وفي بيان التخصيص أنه بيان، وبه يفترق التخصيص عن النسخ، فإن النسخ يكون مرادا، الحكم يكون مرادا للشارع، أما التخصيص فيكشف لنا أن هذه الأفراد المخرجة ما كانت مرادة للشارع من أول الأمر، أي من حين أتى النص العام. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ما أراد دخول السمك والجراد، والذي كشف عن هذه الإرادة حديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يمكن أن يقال في كل عام مخصوص إنه عام أريد به الخصوص، فلعل هذا هو رأي أصحاب المذهب الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله وقيل، هذا شروع في المذهب الثالث المسألة، وقيل لا يجوز التخصيص في الخبر، يعني ويجوز في الأمر، فكأن المذهب الثالث بل هو كذلك مفصل بعد إطلاق المذهبين السابقين. أصحاب المذهب الأول والثاني أطلقوا الحكم في المسألة، إما الجواز مطلقاً وإما المنع مطلقاً، وأما أصحاب المذهب الثالث ففصلوا وفرقوا بين الأمر والخبر، فقالوا لا يجوز دخول التخصيص في الخبر لكنه يجوز في الأمر. والسبب أن التخصيص في التكاليف الشرعية الغرض منه مصلحة العباد، فقد يكون التخصيص مصلحة للناس في زمان، والعمل بالعام مصلحة في زمان آخر. وأما الخبر فليس كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، فإن التخصيص بالخبر يشعر بعدم التيقن حين النطق بالعام، فلهذا كأنه استدرك ذلك الشمول والعموم بأن يخصص، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، وحينئذ فلا داعي يدعو إلى التخصيص. هذا كذا قال أصحاب المذهب الثالث، لكنهم غفلوا عن شيئين: الأمر الأول وجود الشواهد الكثيرة الدالة على، يعني في نصوص الكتاب والسنة، على وجود التخصيص في الأخبار وفي الأوامر والنواهي، والأمر الثاني أن الاستثناء مثلاً وغيره من المخصصات فيه نوع من البلاغة، فهو أسلوب من أساليب العرب، والعرب تتكلم بالعام وتتكلم بالخاص، فالتخصيص أحياناً قد يكون أبلغ من عدمه. يعني مثلاً قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، هذا أبلغ من أن يقول قائل فلبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة، أليس كذلك؟ أي أبلغ منه، فهو أسلوب من أساليب الخطاب. نعم، تفضل يا شيخ. وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا وغيرهم، ومنع أبو البركات بن تيمية صاحب المحرر
ومنع أبو البركات بن تيمية صاحب المحرر وغيره النقص من أقل الجمع. وقيل يجوز بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ، اختاره بعض أصحابنا وغير اختاره بعض أصحابنا وغيرهم. والمخصص أي الذي حصل التخصيص به هو المخرج، وهو المتكلم بالخاص وموجده. وأما استعماله أي المخصص في الدليل المخصص فمجاز، ذكره أصحابنا. أحسنت. يقول وتخصيص العام شروع في مسألة جديدة، وهو الخلاف في القدر الذي يجب بقاؤه في اللفظ العام بعد التخصيص، لأن التخصيص بإخراج كل أفراد العام لا يصح على القول المرجح عند الأصوليين، وإن كان فيه خلاف سيأتي إن شاء الله. فلا بد من بقاء شيء في اللفظ العام بعد إخراج بعض الأفراد بالتخصيص، لكن كم هذه الأفراد التي يجب بقاؤها تحت مسمى اللفظ العام بعد التخصيص؟ اختلفوا فيه، فقال وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا، وهو قول جمهور العلماء، الجمهور من الحنابلة ومن الشافعية ومن المالكية والحنفية، يعني أكثر العلماء ذهبوا هذا المذهب أنه يجوز الإخراج من اللفظ العام إلى أن يبقى فرد واحد، مثل أن يقول الرجل الذي عنده أربع زوجات أن يقول نساؤه طوالق، ثم بعد ذلك يخرج بالتخصيص ثلاثا منهن، فلا يبقي في كلمة نسائي الذي هو لفظ عام إلا فردا واحدا، زوجة واحدة، فهذا يصح عند الجمهور لأنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى فرد واحد. ثم قال ومنع أبو البركات ابن تيمية صاحب المحرر وغيره النقص من أقل الجمع، هذا هو المذهب الثاني. ذهب بعض الحنابلة منهم مجد الدين أبو البركات جد شيخ الإسلام، وكذلك بعض الشافعية وهو أيضا مذهب جماعة من الحنفية، إلى أنه لا بد من أن يبقى في اللفظ العام بعد التخصيص أقل الجمع. لماذا؟ قالوا مراعاة لمدلول اللفظ العام، لأن اللفظ العام فيه معنى الجمع، والفرد الواحد لا يسمى جمعا في لغة العرب، فلا بد إذن من بقاء ما يسمى جمعا وهو أقل الجمع، وأقل الجمع إما ثلاثة على القول المشهور وإما اثنان على قول آخر. ثم قال وقيل يجوز بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ، هذا المذهب الثالث. المذهب الثالث يجوز أن يخص اللفظ العام، لكن لا بد أن يبقى بعد التخصيص أفراد كثيرة، أفراد كثيرة وليس أقل الجمع، هذه الأفراد الكثيرة تقرب من مدلول اللفظ. يعني هم يقولون التخصيص خلاف الأصل، لأنه إنكار بعد إقراء، إلا أننا قبلنا التخصيص من المتكلم ضرورة، أي ضرورة تصحيح كلام المتكلم ما دام أنه يصح، فلا يصح التوسع في مجاري الضرورات، بل لا بد من التضييق فيها، وحينئذ لا يصح أن يخرج الأكثر من اللفظ العام ويبقي الأقل، لا بد أن يبقي الأكثر في اللفظ العام، وحينئذ إخراج فرد وفردين مثلا أو ثلاثة ويبقى عدد كثير هذا جار على الأصل، فإن العرب تستعمل أحيانا اللفظ العام وتريد به أكثر أفراده، بأن تقول حضر الطلاب يصح هذا حتى لو غاب منهم الواحد والإثنان، فإن هذا سائغ. وقال اختاره بعض أصحابنا وغيرهم، نعم اختاره بعض الحنابلة وبعض الشافعية، وحكاه بعضهم عن أكثر،
الشافعية حكاه الآمدي عن أكثر الشافعية وليس صواباً في النقل عنهم، بل أكثر الشافعية فيما يظهر على المذهب الأول، وهو أيضاً مذهب بعض المعتزلة. وهذا المذهب اختاره ابن المجد، ابن صاحب المذهب الثاني، يعني صاحب المذهب الثالث، يعني ممن اختاره من الحنابلة شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، ابن السابق، ابن المجد أبي البركات. فهذا من المسائل التي خالف فيها الابن أباه في مسائل الأصول. قال: والمخصص، أي الذي حصل به التخصيص، هو المخرج، وهو المتكلم بالخاص وموجده. وأما استعماله في الدليل المخصص فمجاز. يعني يقول الآن كلمة مخصص تطلق بإطلاقين، تطلق على الشخص الذي أخرج بعض أفراد العام، كأن يقول عبيدي أحرار إلا زيدا، هذا الذي نطق بهذه الجملة يسمى مخصصا، لأنه هو الذي خصص كلامه وأخرج بعض أفراده، وهذا الاستعمال حقيقي لأنه هو المباشر للفعل، هو المخصص، هو المخصص حقيقة. ويطلق الإطلاق الثاني على الدليل الذي أخرج بعض أفراد العام، كالاستثناء في المثال السابق، أو كحديث أحلت لنا ميتتان فإنه مخصص لعموم حرمت عليكم الميتة، فيسمى الدليل المخصص مخصصا على سبيل المجاز، لأنه ليس هو الذي خصص حقيقة، الذي خصص حقيقة هو الذي تكلم باللفظ الخاص، هكذا قيل. وبعض العلماء الأصول قالوا لا، إطلاق المخصص على الدليل نفسه حقيقة، حقيقة عرفية، وسبب ذلك هو كثرة استعمال لفظ المخصص في الدليل الذي خصص، بل صار هو الشائع في كل مسألة تقرأ المخصص كذا يراد بها نفس الدليل، فصار هو الشائع، وصار الاستعمال الأول مهجورا لا يستعمل إلا أحيانا، يصير استعمال المخصص في الدليل حقيقة عرفية. نعم، تفضل شيخ. وهو أي المخصص به متصل ومنفصل، وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال هو اصطلاح كثير من الأصوليين، لأن الاتصال منعه العموم فلم يدل إلا منفصلا فلا يسمى عاما مخصوصا. والمتصل أقسام، منه الاستثناء المتصل، ومنه الشرط، ومنه الغاية، وقيل ومنه بدل البعض، ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم، ذكره بعض أصحابنا وهو صحيح لعله محل وفاق. نعم، يقول وهو أي المخصص به، يقصد الدليل التخصيص الذي سميناه من قبل قليل بالمخصص، يقول هو متصل ومنفصل، هو إما متصل باللفظ العام وإما منفصل عنه، إما أن يكون الخاص مع العام في نص واحد في سياق واحد، وإما أن يكون العام في نص والمخصص في نص آخر خارجي عنه، فيسمى بالمخصص المنفصل، والأول يسمى بالمخصص المتصل. ثم قال وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، خص بعض الحنابلة كلمة المخصص، أي الدليل المخصص، خصوه بالمخصصات المنفصلة، وقالوا إن هذا هو اصطلاح كثير من الأصوليين. لماذا؟ قالوا لأن الاتصال منعه العموم، يعني لأن وجود المخصص مع اللفظ العام في نص واحد يمنع دلالة العام على الاستغراق. قال فلم يدل إلا منفصلا،
يعني فلم يدل اللفظ العام على الشمول إلا بالانفصال، بأن يلفظ باللفظ العام في نص ويسكت عن التخصيص في ذلك الوقت فيقال أراد عمومه، ثم بعد ذلك يأتي المخصص المفصل فنسميه حينئذ مخصصاً. أما إذا وجد الخاص مع العام في كلام واحد فإن التخصيص المتصل يجعل العام لا يراد به جميع أفراده إنما بعض أفراده، فيكون من قبيل العام الذي أريد به الخصوص وليس من قبيل العام المخصوص. وإذا كان هناك فرق بينهما وهو كذلك عند الأكثرين فإنه لا يصح حينئذ تسمية المخصص المتصل مخصصاً، فإن قوله لزيد علي عشرة دراهم إلا ثلاثة كأنه قال له علي سبعة، فسواء بين أن يقول له علي سبعة أو أن يقول له علي عشرة إلا ثلاثة، فحينئذ ما نقول إلا ثلاثة مخصص لأن الكلام الآن صار مثل كلمة سبعة، فهو عام أريد به الخصوص لا عام مخصوص. وكما قلت لكم من قبل إن مسألة العام المخصوص والذي يراد به الخصوص بينهما لبس كثير. ثم قال والمتصل أقسام. المخصصات المتصلة الآن شرع المصنف رحمه الله في بيان القسم الأول من المخصصات وهو المخصصات المتصلة، وبعد ذلك سوف يذكر المخصصات المنفصلة إن شاء الله. فقال والمتصل أقسام، منه الاستثناء المتصل، ومنه الشرط، ومنه الغاية، وقيل ومنه بدل البعض. فقوله وقيل إشارة إلى تضعيف الأخير، لأن المخصصات الأولى قوية هي إما محل اتفاق أو قالها الأكثر، بخلاف الأخير وهو التخصيص ببدل البعض من الكل فإن فيه خلافاً قوياً في اعتباره من المخصصات. وإن كان الصحيح أن التخصيص ببدل البعض من الكل ينبغي أن يكون في قوة التخصيص بالصفة أو الغاية لأنه لا فرق بينها كبير، وممن عدها من المخصصات ابن الحاجب في مختصره ووافقه بعض الحنابلة وبعض الشافعية خلافاً لأكثر الأصوليين لم يعدوا بدل البعض من الكل من المخصصات لللفظ العام. وتضعيفه تضعيف المصنف للأخير في قوله وقيل هو بسبب أنهم يرون، يعني المصنف وغيره ممن يرى أن بدل البعض من الكل ليس من المخصصات، قالوا لأنه في يعني يكشف على أن العام ليس من باب العام المخصوص وإنما العام الذي أريد به الخصوص. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من هذه بدلية بدل بعض من الكل، فقالوا هو في معنى لله على يعني على المستطيع الحج، كأن قلت على المستطيع الحج، فدل بدل البعض من الكل على أن كلمة الناس عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص هكذا قالوا. وكما قلت لكم من قبل إن التخصيص بالبدل هو في قوة التخصيص بالصفة. ثم قال ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم. ذكره بعض أصحابنا وهو صحيح لعله محل وفاق. يقول المصنف رحمه الله يجوز أن يؤخر الخاص عن العام عن وقت العموم، يعني عن وقت التلفظ
باللفظ العام لا عن وقت العمل، لأن الوقت وقته، وقت النطق بالعام الخطاب الأول، ووقت العمل بالعام. فتأخير التخصيص عن وقت الخطاب أي التلفظ أو النطق أو ورود اللفظ العام هذا سائغ، والدليل على جوازه هو وجود المخصصات المنفصلة، فإن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد أو كما ورد، هل هما وقت واحد أو وقتان؟ لأن هذا سنة وهذا كتاب. فدل وجود المخصصات المنفصلة على أنه يجوز أن يؤخر الخاص عن العام. قال لكن كما قلنا تأخير التخصيص عن وقت العمل بالعام لا يجوز، لما قلنا من أن التخصيص بيان أن الأفراد المخرجة لم تكن مرادة باللفظ العام، وحينئذ إذا تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام أوقع المكلفين في المحذور، فيعملون بشيء وهو غير مراد للشارع، والشارع ما يتركهم هكذا. الشريعة جاءت مبينة لكل الأحكام، جاءت تبيانا لكل شيء. ومن البيان أن يخصص العام قبل وقت العمل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة المكلفين. ثم قال لعله محل وفاق. نعم، الوفاق كما قلنا هو في تأخير الخاص عن وقت نزول أو ورود اللفظ العام. نعم، تفضل يا شيخ. فصل. قال رحمه الله تعالى فصل: الاستثناء أي تعريفه، وهو إخراج بعض الجملة بإلا، نحو قام القوم إلا زيدا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وما قام مقامها من غير، نحو أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فما وجدنا فيها غير بيت، وسوى، نحو قام القوم سوى زيد، وعدا فقام القوم عدا زيد، وليس كجاء القوم ليس زيدا، ولا يكون مثل ادخلوا ولا يكون هذا معكم، وحاشا جاء القوم حاشا عمرو، وخلا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وفيما النافية خلاف، ذكره بعض النحاة، أجاز بعضهم الاستثناء بها، نحو كل شيء مما التراب عزيز، ومنعه الأكثر. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله فصل: الاستثناء. شرع الآن المصنف رحمه الله في تفصيل المخصصات المتصلة، وبدأ بأشهرها وأقواها وهو الاستثناء. فقال: الاستثناء أي تعريفه اصطلاحا هو إخراج بعض الجملة بإلا، ولو أنه أضاف بعد بإلا ونحوها لكان أحسن، لأن الاستثناء كما ذكر هو بنفسه يقع بإلا وبغير وليس وعدا وغير ذلك من أدوات الاستثناء. وقوله إخراج بعض الجملة، الجملة هنا اختلف الأصوليون في تفسيرها، فمنهم من فسرها بالجملة في اصطلاح النحاة، وهو اللفظ المركب، يعني مبتدأ وخبر، فعل وفاعل ونحو ذلك. سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف ما يدل على أن بعض الأصوليين أرادوا بالجملة
هذا المعنى، إلا أنه ليس صواباً لا في هذا الموضع ولا الموضع الذي سوف يأتي إن شاء الله، بل المراد بالجملة في هذه المسألة وغيرها في باب العام، المراد بها اللفظ الدال على متعدد سواء كان عاماً أو خاصاً، هذا معنى الجملة. وغلط شيخ الإسلام رحمه الله من فسر الجملة بالمعنى الأول، قال إن هذا هو معناها، اللفظ الدال على متعدد عاماً كان كالرجال والنساء أو خاصاً كالعشرة والمئة، هذا هو معنى الجملة. إذا معنى الجملة هنا معناها اللغوي وليس معناها الاصطلاحي المعروف عند النحاة، لا ليس هذا المراد. قال نحو قام القوم إلا زيدا، هذا مثال صحيح، لكنه بعد ذلك مثل بأمثلة للتخصيص بالاستثناء، وكان الأولى أن يمثل بغيرها، فمثل بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا المثال كان غيره أولى منه، لأن الموتة الأولى كانت قبل دخول الجنة، وقوله لا يذوقون فيها يعني في الجنة. وكذلك الآية الثانية لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، أيضا هو استثناء منقطع، لأن الحميم لا تشمله كالمستثنى منه وهو البرد، البرد والشراب، وهو فسر التخصيص بأنه إخراج بعض الجملة، فأين الإخراج؟ لا يوجد إخراج من الجملة. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أيضا استثناء منقطع، لأن السلام لا يتناوله اللغو. قال وما قام مقامها من غير نحو قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذا مثال صحيح. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا كذلك. ثم قال وسوى نحو قام القوم سوى زيد، وعدا نحو قام القوم عدا زيد، وليس جاء القوم ليس زيدا يعني إلا زيدا، ولا يكون مثل ادخلوا ولا يكون هذا معكم يعني إلا هذا لا يكون معكم، وحاشا مثل جاء القوم حاشا عمرو، وخلا مثل قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه الصحابي الجليل الشاعر المعروف ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فقوله خلا هذه أداة استثناء، يعني كل عمل لا يكون لله فهو باطل يكون هباء، وكل نعيم من نعيم الدنيا لا شك أنه يزول. ثم قال وفي ما النافية خلاف، ذكره بعض النحاة، أجاز بعضهم الاستثناء بها بماء النافية قياسا على ليس النافية، كما تقول جاء القوم ليس زيدا ليس نفي، وجاز الاستثناء بها فكذلك ما. واستدلوا أو ذكروا مثالا للاستثناء بها، وهو قوله كما ذكر هنا كل شيء ما التراب عزيز، مما يبدو صوابها ما وليس مما، كل شيء ما التراب عزيز، يعني كأنك قلت كل شيء عزيز ما التراب يعني إلا التراب، كما لو قلت ليس التراب فإنه يسوق قياسا عليه إذا جوزنا القياس في اللغة. قال ومنعه الأكثر، أكثر النحاة منعوا ذلك لأنه لم يسمع عن العرب الاستثناء بما النافية، والله أعلم.
ويشترط بالمخرج والمخرج منه أن يكون من متكلم واحد اختاره الأكثر وقيل مطلقا، وهو أي الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة اختاره الأكثر، وقيل نجاز اختاره قوم. أحسنت. قال ويشترط في المخرج والمخرج منه، المخرج هو الخاص والمخرج منه هو العام المخصوص. قال يشترط أن يكون من متكلم واحد، يشترط أن يكون معا من متكلم واحد، يعني الناطق بالتخصيص هو نفسه الناطق بالعام. فلو قال لي على زيد عند القاضي، لو قال لي على زيد 100 دينار، فقال المدعى عليه إلا 10، فسكت الأول، فهل يصح؟ هل يصح التخصيص؟ ولو قال عبيدي أحرار ثم قال آخر إلا زيدا، فهل يصح التخصيص بناء على ما ذكر المصنف من مذهب الأكثرين؟ لا يصح التخصيص، لابد أن الذي ينطق بالخاص هو الذي ينطق بالعام. لماذا؟ لأنه كما قلنا هو خلاف الأصل، فتصحيح التخصيص هو ضرورة، والتخصيص إنكار بعد إقرار، وحينئذ فلا يصح أن يسمع ويعتبر الإنكار إلا من الذي يعتبر منه الإقرار. ثم قال وقيل مطلقا، ذهب بعض الشافعية إلى تجويزه أن ينطق شخص بالعام وينطق غيره بالخاص فيصح التخصيص به. لماذا؟ قالوا لأن سكوته إقرار، فكأنه نطق باللفظ العام بالخاص، عفوا كأنه نطق بالخاص، يعني حين قال له علي 10 فقال الآخر إلا 3 وسكت، كأنه قال له علي 10 إلا 3، وحينئذ فلا يمتنع هذا. ثم قال وهو أي الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، الاستثناء إخراج فرد أو أكثر، لولا الاستثناء لوجب إدخال هذا اللفظ المخرج، الفرد المخرج في العام، لوجب وجوبا. قال اختاره الأكثر، نعم هو مذهب الأكثرين. ثم قال وقيل لجاز، ذهب بعض الحنابلة إلى أن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لجاز دخوله في العام لغة، لجاز أبدلوا لوجب بكلمة لجاز. وثمرة الخلاف تظهر في جواز الاستثناء من النكرة المثبتة، يعني ثمرة المسألة هذه تظهر في مسألة أصولية أخرى، وهي هل يجوز الاستثناء من النكرة المثبتة، جمع نكرة في سياق الإثبات، هل يجوز الاستثناء منه؟ تقول جاء رجال إلا زيدا، أنت لو قلت جاء الرجال إلا زيدا لصح بالإجماع، لكن لو أتيت بها أتيت بهذا العام أو ما يدل على معنى العموم، لو أتيت به منكرة جاء رجال إلا زيدا، فهل يصح؟ فعلى المذهب الأول لا يصح، وعلى المذهب الثاني يصح. لما صح على المذهب الأول؟ لما لم يصح الاستثناء من النكرة المثبتة على المذهب الأول؟ قالوا لأنك إذا قلت جاء رجال جاز أن يكون زيد منهم وليس وجب،
لأن كلمة رجال إنما تدل على أقل الجمع وهو ثلاثة، فاحتمال أن الثلاثة هؤلاء هم زيد وبكر وعمر، ويحتمل أنه عمر وبكر وسعيد وزيد ليس معه. هذا محتمل أو لا؟ هذا محتمل، لأن أقل الجمع كم؟ ثلاثة، فاحتمال أن زيدا منهم وأنه ليس منهم، ومن ثم فلا يصح الاستثناء من الجمع المنكر، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ العام لغة. وأما على المذهب الثاني فيجوز أن تقول جاء رجال إلا زيدا. لما؟ قالوا لأن الاستثناء عندنا إخراج ما لولاه لجاز دخوله في اللفظ العام، اللفظ يعني المستثنى منه، وزيد يجوز دخوله، نعم يجوز دخوله كما يجوز عدم دخوله. قال ولا يصح الاستثناء من غير الجنس. هذا ما قرأنا، تفضل يا شيخ. ولا يصح الاستثناء من غير الجنس على الأصح عند أحمد وأصحابه، فلا يجوز استثناء ثوب من فضة ولا ذهب من فضة ولا عكسه، وقيل يجوز لقول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وفي صحة استثناء أحد النقدين وهما الذهب والفضة من الآخر روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. الصحيح من المذهب لا يجوز اختاره أبو بكر، والثانية يجوز اختارها الخرقي. نعم أحسنت. يقول ولا يصح الاستثناء إلى آخره شروع في مسألة جديدة، وهي الاستثناء أن يكون المستثنى المخصص المخرج من غير جنس المستثنى منه، وهو ما يسميه النحاة بالاستثناء المنقطع. فقال ولا يصح الاستثناء من غير الجنس على الأصح، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، نعم هذا هو الأصح من مذهب الإمام أحمد، هو مذهب الحنابلة. قال عن هو الأصح عند أحمد وأصحابه، وهو أيضا بعض قول بعض الشافعية، وهو أيضا قول بعض الحنفية. فلا يجوز بفاء التفريع، يعني فينبني على هذا المذهب، لا يجوز استثناء ثوب من فضة ولا استثناء ذهب من فضة ولا عكسه، بأن تستثني فضة من ذهب أو فضة من ثوب، يعني لا يجوز بناء على هذا عند الإقرار مثلا. ثم قال وقيل يجوز، وقيل المذهب الثاني وهو مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر العلماء أنه يجوز الاستثناء المنقطع، لكن الذين جوزوا الاستثناء المنقطع شرطوا له شرطا حسنا، وهو قالوا أن يشترك المستثنى والمستثناء من في معنى أعم، أو يشتركان في التعلق، يعني لا يجوز الاستثناء المنقطع مطلقا، وإنما يجوز بشرط، وهو أن يشترك المستثنى والمستثنى منه في معنى أعم، يعني في معنى يشملهما، أو في التعلق أي حصول التعلق بينهما كالصحبة مثلا كالمصاحبة. مثال الأول ما ذكره في الشاهد الذي استدل به جعله دليلا على صحة المذهب الثاني، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير هي الظباء الغزلان يعني، والعيس هي الإبل. وكأنه يقول المستثنى منه هو البشر، ليس بها أنيس يعني من البشر، ثم استثنى من البشر اليعافير والعيس، وهي ليست من البشر، هي من البهائم، ومع ذلك صح الاستثناء. فنقول يوجد علاقة، وهي حصول الأنس
بكل منهما، فإن الإعراب إما أن يأنس بشخص آدمي مثله أو بالإبل ونحوها. ومثال الثاني أن تقول قدم القوم إلا دوابهم، فإن هذا صحيح لوجود العلاقة، فإن القوم يركبون على ماذا؟ على الدواب، هناك علاقة بين المستثنى والمستثنى منه، فمثل هذا يصح. ومثل بعض الأصوليين للأول بقوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، والعلم غير الظن فهو استثناء منقطع، لكنهما يشتركان في معنى عام وهو حصول الأرجحية، يعني أن كل منهما معتبر، فإن العلم الذي هو القاطع معتبر والظن الذي هو الاحتمال الراجح معتبر أيضا. قال المصنف رحمه الله شروعا في الاستدلال على مذهب الأكثرين: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وثمرة الخلاف تظهر في مثل الإقراء، فلو قال له علي 100 دينار إلا ثوبين، له علي يعني لزيد علي 100 دينار إلا ثوبين، وكان الثوبان يساويان 10 دنانير، فكم يحكم الحاكم القاضي يعني؟ فعلى مذهب الأكثرين يحكم 90، لأن الاستثناء المنقطع سائق، وعلى مذهب الحنابلة المذهب الأول يحكم 100 كاملة، لأن هذا عندهم لغو، الاستثناء المنقطع عندهم لغو، ومن ثم يكون وجوده كعدمه. إذ لو أراد الاستثناء حقيقة لقال له علي 100 دينار إلا 10 دنانير، فما الذي جعله يعدل إلى ثوبين؟ نعم. وبناء على ما ذكرناه من القيد في صحة مذهب الجمهور في استثناء المنقطع، لا يصح أي استثناء منقطع، يعني لو قال نحرت الإبل إلا ثوبين يصح؟ ما يصح عندهم لعدم وجود العلاقة. ثم قال: وفي صحة استثناء أحد النقدين وهما الذهب والفضة من الآخر روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، الصحيح من المذهب لا يجوز. هو صحيح من المذهب، نعم، اختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال. والسبب في عدم الجواز بأن يقول له علي 100 من الذهب 100 دينار من الذهب إلا 10 دراهم من الفضة، ما يصح عنده. لما لا يصح؟ لأن الذهب والفضة جنسان وليس جنسا واحدا، ولهذا يجوز في باب البيع أن تبيعه ذهبا مقابل فضة مع عدم التماثل، فدل على أنهما جنسان، وإذا كانا جنسين لم يصح استثناء أحدهما من الآخر لما قلناه في المسألة السابقة، يعني لأنه يكون استثناء من غير الجنس فيكون منقطعا فيكون لغوا، هذا معنى المذهب الأول. قال: والثانية يعني الرواية الثانية عن الإمام أحمد الرواية المرجوحة يجوز، اختارها الخرقي وهو مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر الأصوليين على جواز استثناء الذهب من الفضة والفضة من الذهب. نعم، تفضل يا شيخ. ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وسلم القاضي وابن عقيل صحته. ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكذا في كلام المخلوقين على الأصح، اختاره الأكثر. وشذ بعضهم وقال لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله وهو ضعيف. نعم، أحسنت. قال: ولا يصح الاستثناء من جمع مركب، من جمع منكر، ولا يصح الاستثناء من جمع منكر يعني في سياق
الإثبات في سياق الإثبات. قال عند الأكثر، نعم هو قول جمهور العلماء وهو قول الأكثر من الأصحاب كما ذكر المصنف، أكثر الحنابلة بل هو قول أكثر العلماء. فالكلام هنا في الاستثناء من الجمع المنكر، أما الاستثناء من المركب فيجوز، استثناء الجزء من المركب من عدة أجزاء فهذا جائز، كما لو قلت اشتريت عبدا إلا ربعه يجوز بأن يكون الربع اشتراه غيره، اشترك في شراء العبد، هذا جائز. إنما الكلام في الاستثناء من الجمع المنكر في سياق الإثبات، والجمع له أفراد مستقلة وليست أجزاء. قال وسلم القاضي وابن عقيل صحته، نعم الأمر كما ذكر المصنف، ذهب القاضي أبو يعلى وتلميذه ابن عقيل وبعض الشافعية إلى جواز الاستثناء من الجمع المنكر في سياق الإثبات. وبعض العلماء يقيده أو يجوزه بأن يكون موصوفاً، يعني إذا كان الجمع المنكر في سياق الإثبات إذا كان موصوفاً صح الاستثناء منه بأن يقول جالس رجالاً صالحين إلا زيداً فيجوز. ووجه جوازه، طبعاً هذا مذهب بعض العلماء وبعض النحاة منهم ابن مالك جوز هذا، وسبب تجويزه أن النكرة إذا وصفت بالصفة فإنها تصير من قبيل العام، تصير من قبيل العام، والعام يجوز أن يدخله التخصيص. فالنكرة إذا وصفت عمت، قول معروف يعني ماذا؟ كل قول معروف. قال ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى وكذا في كلام المخلوقين على الأصح اختاره الأكثر. هذا شروع في مسألة جديدة، هل يجوز دخول الاستثناء في الكلام عموما وفي كلام الله سبحانه وتعالى خصوصا أو لا، محل خلاف بين العلماء. فالأكثرون على التجويز مطلقا، ودليلهم الشواهد الكثيرة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، وما مر من الشواهد لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أداة استثناء. قال اختاره الأكثر بل هو إجماع، يعني بعضهم حكاه إجماعا، والظاهر والله أعلم صحة الإجماع على هذا. ثم قال وشذ بعضهم، لأن من معاني القول الشاذ من معاني مخالفة الإجماع، يعني من إطلاق العلماء الشذوذ يطلقونه إطلاقات منها مخالفة الحكم المجمع عليه. فقال وشذ بعضهم، بعض المتكلمين شذوا فقالوا لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله وهو ضعيف، ولا يوجد دليل لهم على هذا. قال وشرطه، وشرطه أي الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بنفس أو سعال أو تثاوب أو عطاس ونحوه عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم كسائر التوابع. وعن ابن عباس إلى شهر، وقيل سنة، وقيل أبدا. وعن سعيد بن جبير 4 أشهر. وعن الحسن وعطاء في المجلس، وأومأ إليه أحمد في اليمين، وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر. ويشترط نيته. أحسن جزاك الله خير. قال ويجوز، أو قال وشرطه أي شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما. من شروط صحة الاستثناء
أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه، إما حقيقة بأن لا يفصل بينهما فاصل فيقول مثلا عبيدي أحرار إلا زيدا في كلام واحد منتظم متصل، وإما أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه حكما لا حقيقة. ثم مثل المصنف رحمه الله للاتصال الحكمي بعدة أمثلة، فقال كانقطاعه بنفس، انقطع نفسه أي المتكلم بعد اللفظ بالعام، وبعد ما أخذ أنفاسه واسترجع أنفاسه قال إلا كذا وكذا، فيجوز هذا لأنه في حكم المتصل لوجود العذر في الانفصال. قال أو سعال أو تثاؤب أو عطاس أو رد سلام أو التفات عند حاجة، سمع شخصا يصرخ فالتفت إليه، وبعد ما التفت إليه قال إلا فلانا وفلانا أو إلا كذا وكذا، يجوز هذا، يعني أي عارض من العوارض التي تعرض للإنسان فتفصل كلامه، يعني تفصل المستثنى عن المستثنى منه. قال عند الأكثر، عند الأكثر يعني أن اشتراط اتصال المستثنى بالمستثنى من حقيقة أو حكما هو قول الأكثرين من العلماء وقول أكثر الحنابلة كما ذكر هنا. قال كسائر التوابع، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، هذه هي التوابع كلها يشترط فيها الاتصال بين المعطوف والمعطوف عليه، بين المؤكد والمؤكد إلى آخره. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما شروع في المذهب الثاني في المسألة، وهو جواز الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه. فقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما إلى شهر أو إلى سنة أو أبدا، ثلاث روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وعن سعيد بن جبير من سادات التابعين وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال وعن سعيد بن جبير أربعة أشهر، وعن الحسن البصري وعطاء كلهم من التابعين في المجلس، يعني له أن يستثني ما دام في المجلس الذي نطق فيه بالعام. وأومى إليه أحمد في اليمين، أومى الإمام أحمد إلى القول الأخير في باب اليمين بأن يحلف ثم يستثني، ومعنى الاستثناء أن يقول إن شاء الله، يعني بعدما يحلف بشيء يقول بعدها إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله عند الفقهاء تسمى استثناء. وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر، يعني هذا مذهب ثالث أو مذهب رابع، مذهب الجمهور لا بد من الاتصال، مذهب المحكي عن بعض السلف أنه يجوز إلى أمد، والمذهب الثالث ما دام في المجلس، والمذهب الرابع ما لم يأخذ في كلام آخر، يعني حتى لو كان في المجلس نفسه، يعني لا ينقطع المستثنى عن المستثنى منه بكلام أجنبي. فلو قال لزيد علي مئة درهم ثم تكلم في موضوع آخر ثم رجع وقال إلا عشرة دراهم لا يصح، لا يصح منه على المذهب الأخير. والحقيقة أن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير وعن الحسن البصري وعن عطاء هو في اليمين وليس في باب استثناء الاستثناء من العام، لكن إن أرادوا بعد ذلك القياس فشيء آخر، إن أرادوا قياس مسألة العام على مسألة الاستثناء في اليمين فهذا شيء آخر يرجع إلى الاجتهاد، أما من حيث النقل فالذي يظهر أنه نقل عنهم في باب اليمين لا في باب الإقرار بشيء عام. وطبعا الصحيح هو مذهب الجمهور في هذا، إن الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إلى آخره. فلو كان يجوز الاستثناء
إلى شهر أو شهرين أو إلى أبد كما يقولون، فإنه لا يكون للكفارة معنى، لأنه ما من زمان يأتي عليه بعد اليمين إلا ويمكن أن يستثني، وحينئذ لا معنى للكفارة حينئذ. نعم، تفضل يا شيخ. ويشترط نيته أي الاستثناء على الأصح اختاره الأكثر، فلا يقبل الإتيان به من غير نية، وقيل بلى. ويشترط أن تكون النية من أول الكلام اختاره جماعة، وقيل يشترط قبل تكميل المستثنى منه، وقيل ولو بعد الكلام وهو ضعيف. أحسنت. يقول ويشترط نيته شروعا في الشرط الثاني من شروط الاستثناء، وهو النية، يعني أن يكون المستثني الذي خصص العام أن يكون قاصدا لهذا الاستثناء. فلو قاله غافلا، قال لفلان علي 100 ثم قال إلا 3 سهوا وغفلة ونسيانا وذهولا، فإنه لا يصح الاستثناء، لا يصح الاستثناء. قال اختاره الأكثر، نعم هو مذهب الأكثرين، لما قلنا من أن الاستثناء والتخصيص عموما هو خلاف الأصل، وقبوله إنما هو ضرورة، وحينئذ اشترطوا له النية، ولا يصح التساهل فيه بأن يقبل كل استثناء. قال فلا يقبل الإتيان به من غير نية، وقيل بلى. نعم، ذهب بعض الحنابلة إلى جواز اعتبار الاستثناء حتى لو لم يقصده صاحبه، وهذا فيه بعد لا يخفى عليكم. ثم قال ويشترط أن تكون النية من أول الكلام، يعني من قبل الكلام، يعني أن تكون النية الاستثناء حاضرة قبل الإقرار حتى لا يكون إنكارا بعد إقرار، فلا بد أن تكون النية حاضرة من أول الأمر. اختاره جماعة، بل هو مذهب أكثر العلماء، هو مذهب الأكثرين اشترطوا هذا. وقيل يشترط قبل تكميل المستثنى منه، هذا مذهب ثان في المسألة، وهو وجه عند الشافعية ووجه عند الحنابلة، أنه يجوز، يعني أن المشترط هو أن تحضر النية عند المستثني قبل أن يكمل المستثنى منه، وليس يشترط أن يكون قبل النطق بالمستثنى منه. ثم قال وقيل، وهو مذهب بعض الحنابلة، ولو بعد الكلام، وهذا أضعف المذاهب، أنه يصح أن يقول له علي 10 وهو ما ينوي الاستثناء، ثم يبدو له بعد ذلك أن يستثني، فهذا لا يصح، لأنه رجوع عن الكلام، رجوع عن الكلام، يعني إنكار بعد إقرار، فلا يصح. نعم، تفضل يا شيخ. ولا يصح الاستثناء إلا نطقا في الأظهر اختاره الأكثر، والمراد إلا في اليمين لخائف من نطقه فيصح بقلبه. ويجوز تقديمه أي المستثنى عند الأئمة الأربعة لقوله عليه السلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث. واستثناء الكل باطل بالإجماع لعدم الفائدة، كاستثناء الأكثر على الأصح عن أحمد وأكثر أصحابه، عن أحمد وأكثر أصحابه وأكثر النحاة خلافا لبعض أصحابنا والأكثر. وفي استثناء النصف وجهان لأصحابنا أطلقهما الأكثر واختار جماعة البطلان، ويصح فيما دونه أي دون النصف. نعم، أحسنت. قال ولا يصح الاستثناء إلا نطقا في الأظهر اختاره الأكثر، نعم هو قول أكثر العلماء، وهو شرط أيضا من شروط اعتبار الاستثناء وصحته. يقول لا يصح الاستثناء إلا أن يكون ملفوظا به، أما
لو نواه مجرد نية فقط بالقلب لا يصح. فلو قال له علي 100 ثم جاء عند القاضي وقال أنا كنت أنوي أن أقول إلا 20 لكنني ما قلتها في ذلك الوقت، يصح هذا؟ ما يصح النية، إنما يحكم على لفظه. قال والمراد إلا في اليمين لخائف من نطقه، الضمير في نطقه يرجع للاستثناء، يعني المقصود أنه لا بد من التلفظ بالاستثناء إلا في صورة واحدة، وهو في اليمين إذا حلف يمينا وأراد أن يستثني فخاف من الشخص الحاضر لكونه جائرا أو متسلطا أو مهددا له بشيء، فيجوز لهذا المظلوم الخائف أن يضمر الاستثناء في نفسه ولا ينطق به، لأن هذا صار حينئذ من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وتظهر يعني ثمرة المسألة السابقة في هذا الشرط الذي ذكرناه، لأن بعضهم جوز الاستثناء بالقلب، تظهر فيما لو قال نساؤه طوالق، فلما حكم القاضي بالفراق بينه وبين الزوجات الأربع قال أنا كنت نويت إلا هندا لكنني ما لفظت بها وقتها، فهل يسمع منه القاضي هذه الدعوة فلا تطلق هند أو لا؟ قولان للعلماء ينبنيان على الخلاف في صحة الاستثناء بالقلب وعدم صحته. ثم قال ويجوز تقديمه أي المستثنى عند الأئمة الأربعة. نعم، هو قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، قول المذاهب الأربعة وجمهور العلماء جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، سواء كان يمينا أو كان غير يمين، بأن يتلفظ بشيء عام. فيجوز أن يقول مثلا والله إن شاء الله ثم يقول لأفعلن كذا وكذا، يجوز أن يقدم الاستثناء. ويجوز حتى في الألفاظ العامة، وشاهده يعني الدليل على صحة مذهب الجمهور قول الكميت الأسدي وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، قدم في كل شطر المستثنى على المستثنى منه. ومنه أيضا قول كعب بن مالك رضي الله عنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر، هذا شاهد أيضا كما ذكر بعض العلماء أنه من تقديم المستثنى على المستثنى منه، لأنه كأنه يقول ليس لنا وزر أي ملجأ وحصن ومعاذ إلا السيوف وأطراف القناة، فقدم المستثنى على المستثنى منه. وقوله إلب يجوز فيها الكسر والفتح، والإلب أو الألب هم القوم يجتمعون على العداوة لشخص معين. قال لقوله عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين إلى آخر الحديث، لا أحلف على يمين فأرى خيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال واستثناء الكل باطل، شروع في مسألة جديدة، وهو هل يجوز استثناء الأكثر أو النصف أو لا بد من الأقل؟ مسائل، عدة مسائل. فبدأ أولا بالمحل الاتفاق وهو الاستثناء الكل، أن يستثني من اللفظ العام أو الذي في معنى العام أن يستثني كل أفراده فلا يبقى تحت العام شيء، فيقول لزيد علي 10 دراهم إلا 10، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز بإجماع العلماء، لأن هذا ضرب من العبث بالكلام فلا يقبل من صاحبه وتلزمه العشرة كاملة. لكن بعض العلماء استثنى
يعني استثنى استثناءً جعله يخصص الدعوة، يخصص صورة المسألة يعني، وهو أن الذي هو ممنوع من استثناء الكل إنما هو في الأعداد، أما في الأوصاف فيجوز أن يستثني الكل. فلو قال أكرم من في الدار إلا النساء، من ألفاظ العموم، والاستثناء هو قوله إلا النساء، فدخل المخاطب هذه الدار فوجدها كلهم من النساء، فكم يخرج من أكرم من في الدار؟ جميعهم، يخرجهم جميعا، فلا يكرم أحدا، فهذا سائغ، هذا سائغ. قال كاستثناء الأكثر على الأصح، هذه الصورة الثانية، وهو هل يجوز استثناء الأكثر بأن يقول له علي 100 إلا 90؟ خلاف بين العلماء، فقال عن أحمد وأكثر أصحابه وأكثر النحاة، يعني لا يجوز عند الحنابلة وأكثر النحاة أن يستثني أكثر من النصف الذي هو الأكثر، يعني أكثر أفراد العام أو الذي في معنى العام، وحينئذ تصير هذه الصورة مثل الصورة السابقة عند الحنابلة. قال خلافاً لبعض أصحابنا والأكثر، نعم ذهب بعض الحنابلة وأكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنفية إلى جواز استثناء أكثر من نصف المستثنى منه، وتظهر فائدة المسألة في المثال الذي ذكرناه، لو قال المقر عند القاضي لزيد علي 100 إلا 90، فعند أصحاب المذهب الثاني يقضي بـ10 فقط، وعند أصحاب المذهب الأول يقضي بـ100 كاملة، لأنه صار لغواً، لأنهم ما يصححون استثناء أكثر من النصف. ثم قال وفي استثناء النصف، هذه الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، وفي استثناء النصف وجهان لأصحابنا، أطلقهما الأكثر واختار جماعة البطلان. يقول لو استثنى المتكلم نصف المستثنى منه وأبقى النصف فهل يجوز؟ قال عن أحمد أو قال في المذهب وجهان، بعض الحنابلة أطلقوا الوجهين وسكتوا عن الترجيح، وهذا معنى قوله أطلقهما الأكثر، يعني أكثر المصنفين سكتوا عن الترجيح بين الوجهين، وبعضهم لم يسكت وهو قوله واختار جماعة البطلان، يعني بعضهم جزم بالراجح من الوجهين، وهو أنه لا يصح استثناء النصف، ويبدو والله أعلم أن هذا هو الصواب في المذهب، أنه لا يجوز استثناء النصف أيضا. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 5 لم يصح على المختار، ويصح على الوجه الآخر وهو قول جمهور العلماء، لأنه إذا جاز استثناء الأكثر فمن باب أولى أن يجوز استثناء النصف. ثم قال ويصح فيما دونه، هذه الصورة الرابعة، ويصح فيما دونه أي دون النصف، وهذا بالإجماع، بإجماع العلماء أنه يجوز أن يستثني أقل من النصف، كقوله له علي 10 إلا 3 فلا تلزمه إلا 7 بالاتفاق. نعم تفضل يا شيخ. وإذا تعقب الاستثناء جملا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، خلافا للحنفية في قولهم إلا الأخيرة، وخلافا للمعتزلة، ومعناه قول القاضي في الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة، ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال، فللجميع قاله أصحابنا وجعله في تمهيد أصل المسألة قبلها. قال بعض أصحابنا ولو قال
أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم، فالضمير للجميع أي لبني هاشم وبني المطلب وقريش. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله: وإذا تعقب، أي جاء عقب، أي جاء بعد، وإذا تعقب الاستثناء جملاً بالواو العاطفة عاد إلى جميعها، شروع في مسألة جديدة، وهو ما إذا جاء النص أو تكلم المتكلم من الخلق بجمل متعاطفة متناسقة بحرف النسق حرف الواو، ثم عقب هذه الجمل أي قال بعد آخرها إلا كذا وكذا استثنى، فهل يرجع الاستثناء إلى كل الجمل المتعاطفة أو يرجع إلى الجملة الأخيرة؟ خلاف مشهور بين العلماء ذكره المصنف رحمه الله. قال: عاد إلى جميعها، هو المصنف خصها بالواو كما فعل كثير من الأصوليين، وبعضهم قال إنها تجري في الواو وفي كل حرف مشرك، لأن معنى الرجوع الاستثناء إلى الكل هو أخذ بسبب الحرف المشرك، وحروف التشريك عند النحاة لا تنحصر في الواو بل في الواو والفاء وثم وغيرها من الحروف المشركة، فيجعل الجمل كالجملة الواحدة، وهذا هو معنى التشريك. التشريك في اللفظ تشريك في الحكم، ومن أحكام التشريك هو رجوع الاستثناء إلى كل الجمل لعدم الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الأخيرة. قال: عاد إلى جميعها عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. نعم، هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية ومذهب الشافعية، مذهب جمهور العلماء، قالوا الاستثناء يرجع إلى الجمل كلها، يعني ما لم توجد قرينة، إذا وجدت قرينة تمنع من الرجوع لبعض الجمل، فالقرينة دائما تعمل عملها في كل القواعد، ومنها هذه القاعدة. قال: خلافا للحنفية في قولهم إلى الأخيرة، هذا المذهب الثاني في المسألة. ذهب الحنفية إلى أن الاستثناء المتعقب جملا متناسقة بالواو أنه يرجع إلى الأخيرة فقط، ولا يجوز إرجاعه إلى كل الجمل لما قلناه من أن الاستثناء هو إنكار بعد إقرار، رجوع عن الكلام الأول، فيكون اعتباره وتصحيحه إنما يقع ضرورة، ضرورة تصحيح كلام المتكلم وعدم إهماله، والضرورة تقدر بقدرها، فيرجع إلى ما اتصل بها، آخر جملة هي التي اتصلت بالاستثناء، إذن يرجع إليها، ولا يرجع إلى الأولى والثانية والثالثة والرابعة وغير ذلك من الجمل مهما تكاثرت إلا بدليل خارجي. وتظهر ثمرة الخلاف بين الفريقين في قبول شهادة المحدود في القذف، فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الجملة الأولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه الجملة الثانية، وأولئك هم الفاسقون، هذه هي الجملة الثالثة، ثم عقب الجمل باستثناء فقال: إلا الذين تابوا. فعند الجمهور أن الاستثناء يرجع إلى الجمل كلها إلا الجملة الأولى، كان يفترض أن يرجع إليها الاستثناء لكنها خرجت بالقرينة، وهو الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد عن القاذف، فبقي أن يرجع الاستثناء للجملة الثانية، لأن الجملة الثالثة هي محل إجماع، فإن من تاب زال عنه وصف الفسق، لكن هل تقبل شهادته وهي الجملة الثانية؟ فقال الحنفية: لا تقبل شهادته أبداً
حتى لو تاب، وعند الجمهور تقبل شهادته لأن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة وغير الأخيرة. قال: وخلافا للمعتزلة، ومعناه قول القاضي. هذا المذهب الثالث. يقول المذهب الثالث مذهب المعتزلة، وفي معنى مذهب المعتزلة قول القاضي أبي يعلى. هذا معنى العبارة: خلافا للمعتزلة ومعناه، يعني ومعنى مذهب المعتزلة هو قول القاضي أبي يعلى في كتابه الكفاية في أصول الفقه: إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة. والحقيقة أن هذا المذهب الثالث لا ينكره أصحاب المذهب الأول، فهو في الحقيقة يرجع إلى المذهب الأول. هم يقولون ماذا؟ إن تبين من حال المتكلم، يعني من القرائن الحالية وليس من القرائن المقالية، إن تبين من الحال أن المتكلم بالجمل المتعاطفة أراد أن يضرب صفحة، يضرب صفحة عن الجملة الأولى والثانية مثلا، ويستأنف بالجملة الثالثة كلاما جديدا، فإن الاستثناء إنما يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة، لأن الواو صارت حينئذ واو استئنافية وليست واو عاطفة، وحينئذ الاستئناف يعني القطع والانفصال، كلام جديد حينئذ، فما يصح أن ترجعه إلى الجمل الأولى. قال: ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال فللجميع، قاله أصحابنا. يقول: لو قال القائل بني تميم وربيعة ومضر أكرمهم إلا الطوال، الاستثناء هذا يرجع إلى أي جملة؟ قال: يرجع إلى جميع الجمل. طيب لماذا؟ قالوا: لأن هذه المذكورات ليست جملاً وإنما هي مفردات. هذا تعليلهم. وتلاحظون أنهم فهموا من الجملة المعنى الذي ذكرناه في أول الدرس، وهو الجملة باصطلاح النحاة، وخطأ شيخ الإسلام وغيره هذا الفهم، وقالوا إن الجملة معناها الكلام الدال على متعدد عاماً كان أو خاصة، يعني كلام يصح أن يدخله التخصيص، هذا باختصار، يعني كلام يصح أن يدخله التخصيص بالاستثناء. فلهذا قال: فللجميع، يعني يرجع لجميع المذكورات، قاله أصحابنا. وجعله في التمهيد أصلاً، يقول جعله أبو الخطاب الكلدواني في كتابه التمهيد أصلاً للمسألة التي قبلها. أصلاً، الأصل هنا بمعنى الدليل، بمعنى الدليل. يعني أبو الخطاب ماذا قال؟ يعني قال: الدليل على أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل أنه لو قال قائل بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال يرجع إلى ماذا؟ إلى جميع الجمل. فكذلك لو قال أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال رجع إلى الجميع لعدم الفرق، فجعل إحدى الصورتين دليلاً على صحة الصورة الأخرى، يعني استدل بالصورة التي هي محل اتفاق على الصورة التي هي محل خلاف. قال بعض أصحابنا، ويقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم، الآن ما يوجد استثناء، إنما يوجد ضمير في قوله وأكرمهم. قال: فالضمير للجميع، يعني فيرجع الضمير إلى كل المذكورين وليس إلى آخر مذكورين، يعني كأنه قال أكرم ماذا؟ أكرم بني هاشم وأكرم بني المطلب وأكرم قريشا.
طيب لماذا؟ يعني لماذا جاز هذا ولم واختلف في الذي قبله وهو الاستثناء؟ وقالوا الخلاف في المسألة الأولى مع الحنفية وغيرهم كان سببه أن الاستثناء يرفع بعض مدلول اللفظ، ففيه رجوع عن الكلام الأول فيكون إنكارا بعد إقرار، فيكون ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها فيجري فيها الاجتهاد حينئذ هل ترجع إلى الأخيرة أو لا يضر أن ترجع إلى كل الجمل. أما في الضمير هنا رجوع الضمير إلى كل المذكورين هل يرفع شيئا؟ لا يرفع من مدلول اللفظ شيئا، وحينئذ لا يمنع من رجوعه إلى كل المذكورين مانع، وإذا لم يمنع منه مانع رجع إلى الكل. نعم تفضل يا شيخ. والاستثناء من النفي إثبات، مثل ما قام القوم إلا زيد فأثبت قيام زيد ونفى قيام غيره، وكذا بالعكس على الأصح، أي هو من الإثبات نفي، نحو قام القوم إلا زيدا وخالف قوم. نعم أحسنت. يقول والاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، وهذا مذهب أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر العلماء وكثير من النحاة كالبصريين مثلا جوزوا هذا، يعني قالوا هذا هو مدلول الاستثناء. قال الاستثناء من النفي إثبات، مثل قام القوم إلا زيدا فأثبت قيام زيد ونفى قيام غيره، وكذا بالعكس، فإن الاستثناء من الإثبات نفي. لو قلت قام القوم إلا زيدا فما معناه؟ معناه إلا زيدا لم يقم، لأن الاستثناء يغير مدلول ما قبله، فإذا كان الذي قبله إثباتا يكون ما بعد الاستثناء نفيا، وإذا كان ما قبل الاستثناء نفيا يكون ما بعده إثباتا. ولهذا جعل الأصوليون الاستثناء من قسما من أقسام مفهوم المخالفة لأجل هذا الذي ذكرناه. قال على الأصح، على الأصح، نعم هو الأصح، هو مذهب الأكثرين ومذهب أكثر العلماء. قال وخالف قوم، هؤلاء القوم هم الحنفية، أكثر الحنفية أنكروا أن يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الإثبات نفيا، وفيه كلام طويل في حقيقة مذهب الحنفية. وهذا أيضا مذهب الكوفيين من النحاة، وقال بعضهم إن أبا حنيفة رحمه الله كوفي فتأثر بنحاة الكوفة وذهب مذهبهم، والله أعلم بصحة هذا. والصحيح مذهب الجمهور لا شك للاتفاق على أنه يكفي في كلمة التوحيد أن يقول القائل لا إله إلا الله، ففيه إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفي الإلهية عما عدا الله سبحانه وتعالى. ووافق الحنفية بعض الشافعية على مذهبهم هذا، وبعضهم فرق بين صورتي الإثبات والنفي، ويبدو والله أعلم أن هذا التفريق ليس صوابا. نعم يمكن التفريق بين صورتي الإثبات والنفي في جهة الفائدة وعدم الفائدة. لماذا؟ لأن في صورة النفي تظهر الفائدة لأن فيها إثباتا لما بعد الاستثناء، أما في صورة الإثبات فالجميع ينفي الحكم عن المستثنى. فلو قلت يعني حضر الطلاب إلا زيدا
يعني إلا زيدا لم يحضر. عند من؟ قالوا عند الجميع. إلا أن الفرق أن الجمهور يقولون نفي الحضور عن زيد هو بواسطة الاستثناء، يعني بالكلام نفسه، وغير الجمهور يقولون نفي الحضور عن زيد هو بالأصل، لأن الأصل هو النفي الذي هو معنى البراءة كما يقولون. وحينئذ ما تظهر ثمرة الخلاف في هذه الصورة، إنما في الصورة الثانية. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.